أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونشرة أخبار الثالثة التي سنخصصها بالكامل لمناقشة الأحداث الجارية في بغداد بعد اعتزال الصدر العمل السياسي واقتحام أنصاره للمقرات الحكومية في المنطقة الخضراء، والتي سيكون فيها معنا كل من الدكتور نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب، وكذلك الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي من كوبنهاجن الذي سوف يلتحق بنا لاحقا. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع في البداية هذا التقرير الذي جهز للتو. مشاكل مزمنة يعيشها العراق على جميع الصعد، ومخاوف متداعيات أخطر على الوضع الأمني بسبب انسداد الحلول لأطول أزمة سياسية يعيشها نظام المحاصصة الطائفية. آخر فصول هذه الأزمة إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، وإغلاق معظم المؤسسات التابعة له وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. استقالة الصدر المفاجئة جاءت بعد سويعات من إعلان المرجع كاظم الحائري هو الآخر اعتزاله العمل الديني بسبب المرض والتقدم في العمر، فيما أوصى بطاعة مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو ما دفع الصدر إلى التأكيد على أن مدينة النجف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوماً. الصدر أشار في الوقت ذاته إلى أن اعتزال الحائري لم يكن من محض إرادته، وهو ما يظهر أن هذا الاعتزال ترك أثره على الخطوة الأخيرة للصدر الذي لطالما فاجأ شركائه وخصومه على حد سواء بقراراته وتحركاته. الصدر كان قد اتخذ موقفا تصعيديا مطلع الأسبوع الجاري بإعلانه الاستعداد لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة تتضمن عدم خوض جميع القوى التي شاركت في العملية السياسية بعد الاحتلال عام 2003 الانتخابات المقبلة بما فيها تياره. تصعيد قابله الإطار التنسيقي برفض وتشكيك ظهر على لسان القيادي في الإطار علي الفتلاوي، الذي قال إن الصدر يريد كسب ود الشارع بطرح هكذا دعوة رغم معرفته جيدا بأنها لن تنفذ على أرض الواقع. ويقول مراقبون إن الصدر الذي حاول خلال الفترة الماضية إحراج خصومه في العملية السياسية عبر مجموعة من الخطوات اتخذ مناورة جديدة بإعلانه اعتزال العمل السياسي بانتظار ما ستظهره الفترة المقبلة من إمكانية ثباته على موقفه وردود فعل باقي القوى السياسية على هذه الخطوة، لا سيما وأنها جاءت من شريك أساسي في العملية السياسية منذ تأسيسها إلى أن وصلت إلى أحرج لحظاتها اليوم. أبدأ معك دكتور نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي العراقي. دكتور نوري، بداية يعني اعتزال العمل السياسي بالنسبة للصدر كيف ينظر إليه، في أي إطار تضعه؟ هل هو اعتكاف في البيت، لا سيما وأن الصدر تيار الصدر لديه مؤسسات يديرها، لديه وزارات، لديه مديرين عامين، ما هو مفهوم الاعتزال الذي يمكن أن نستخلصه من هذا الموقف؟ أستاذ نوري، إذن إلى أن يجهز الاتصال بالأستاذ نوري حمدان أنتقل بالسؤال للأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله سلمان، إليك السؤال، هذا الموقف من مقتدى الصدر الآن كيف نفهمه، مفهوم الاعتزال الآن خلال هذه المرحلة؟ تحية لك ولمشاهديكم الأكارم وضيفك الكريم. الحقيقة الصدر، نحن أشرنا سابقا ومن خلال قناتكم الموقرة أن تبعية الصدر المذهبية هي في قم بالوقت الذي كان يريد يطالب بالانفكاك من تبعية إيران، وهذا يعني شيء حقيقة يعني لا يتفق مع العقل. فكيف تتبع أنت مرجعية مقرها قم وبالتالي تريد استقلال عنها؟ هذا وعندما أعلن يعني كاظم الحائري أمس اعتزاله السياسي بوّبها لأسباب صحية، بالحقيقة هو ضغط إيراني واضح، أو أشار الصدر هذا بشكل غير مباشر أن هناك ضغوط سياسية عديدة، واحتمال كبير جدا قد هدد الصدر بقتل كاظم الحائري إن لم يستقيل أو إن لم يعتزل. أو يعني تقصد أن هذا الاعتزال هو هذا الاعتزال أستاذ عبد الله هو نهاية للصراع ما بين التيار الصدري وما بين الإطار التنسيقي؟ بالتأكيد هذا نهاية الصراع، ونحن كنا الموقف الأخير ستحسمه إيران، لأنه إيران تملك كثير من القيود ضد الصدر، منها مرجعيته الفكرية اللي تابعة
إلى كاظم الحائري، وعندما يهدد الحائري بالموت سيموت أيضا الصدر الفكرية، لأنه لم لديه مرجعية يعتمدها. وقد يكون هناك إعلان قريب لوفاة أحد مراجع العراق في النجف، وأن يقوم الصدر بإبدال هذا الحائري مكانه. من ذلك يعني استبقت إيران هذه الخطوة بالضغط على الحائري والتهديد بحياته، ولذلك نرى أن الصدر اعتزل، واعتزال غريب عجيب يعني. يعني بساعات كانت قبل ساعات كان يتواصل مع بعض من ثوار تشرين على الخطوات القادمة والتي يأتيها بعد ساعات من الاستقالة. هذه الاستقالة دائما الصدر يعني وضعها في مكتبه وقت الحاجة، وقت الظروف التي تسمح له بذلك. نعم. أستاذ نوري حمدان جاهز معنا الآن. أستاذ نوري مرحبا بك. لم يجهز. إذن هل هذا الأمر أستاذ عبد الله من وجهة نظرك يعني أن هناك مرحلة قادمة نستشرفها من خلال هذا الموقف، سيكون بصمات إيران موجودة في العراق، وخصوصا أن هناك دلالات جديدة ومستجدة، ممكن الكثير من المحللين يرون أن بدايات سقوط العملية السياسية أصبحت الآن واضحة. هناك اقتحام للبرلمان، هناك اقتحام من قبل أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري، هناك أيضا إغلاق الكثير من الشوارع في محافظة البصرة، فوضى في بغداد. هذا الأمر هل يعني يؤشر إلى سقوط أو بدايات سقوط للعملية السياسية التي يعتبر فيها الصدر من المؤسسين منذ عام 2005 أو منذ احتلال العراق وحتى الآن؟ العملية السياسية نهائيا منذ ثورة تشرين، ثورة تشرين أسقطت العملية السياسية وكل مخرجاتها وكل أجهزتها وكل قياداتها، وصدر حاول جهد إمكاني إحياء العملية السياسية من خلال التغلغل في ثورة تشرين، ومسيرته معروفة والقبعات الزرق معروفة مسيرتها. فثورة تشرين هي التي أسقطت العملية السياسية، ولا يمكن إحيائها بأي وسيلة، إن استقال الصدر وإن شكل حكومة وإن دخل يعني أنت تدخل دخل البرلمان بدون أن يعلن أي شيء وخطوات أخرى ولم يعلن أي شيء. العمل الثوري واضح وخطواتها جريئة وواضحة، والشعب ينتظر الخطوات الثورية الحقيقية في التغيير الجذري، لا ينتظر من الصدر شيء، لأنه يعرف أن الصدر لا يمكن الوثوق بخطواته وغير خطواته غير واضحة، ولا يعتمد على مرجعية الشارع العراقي. ومنذ البداية كثير من المحللين أشاروا إلى أنه إذا كان الصدر صادقا عليه أن يلجأ إلى الشارع السياسي العراقي. ابقى معي أستاذ عبد الله لو سمحت، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نوري حمدان مرحبا بك معنا في هذه التغطية الخاصة. ماذا يعني اقتحام أنصار الصدر للقصر الجمهوري والبرلمان؟ هل يمكن أن يترتب عليها أي دلالات سياسية لسقوط العملية السياسية مثلا؟ نعم أهلا وسهلا بكم. اسمعني عفوا. أسمعك أستاذ نوري. نعم نعم. سألتك عن المستجدات، ما المستجد الذي جعل مثل ما تفضل الأستاذ عبد الله السلمان يقول أن هناك أصبحت مؤشرات قوية على انتهاء الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وبحضور إيراني؟ هل هذا الأمر قريب في ضوء ما نشهده الآن من اقتحام لأنصار التيار الصدري للشوارع وللقصر الجمهوري والبرلمان؟ نعم، هو الحقيقة أنه يعني إعلان زعيم التيار الصدري اللي هو غير يعني ليس غير متوقع، هو متوقع إعلانه بأنه اعتزل العمل السياسي، هاي إشارة من دون أن يشير إلى انسحاب المعتصمين أو إنهاء الاعتصام والتظاهرات أو الاحتجاجات. هاي تشير إلى أنه التيار الصدري بدأ يتحول يعني تحول استراتيجيته من الاعتصام كتيار إلى اعتصام شعبي، لأنهم أرادوا أن يحولوا هذا الاعتصام من أو هذا الصراع من صراع إطار التنسيقي مع صراع مع التيار الصدري إلى صراع شعبي ضد الإطار التنسيقي، ولكن لم يستجب الشعب لهم، لأنه الشعب تعود على انسحاب التيار الصدري في كل الأزمات التي حدثت في العملية السياسية،
في مراحلها الأخيرة، عندما تبلغ المراحل الأخيرة للاحتجاجات أو للتظاهرات نجد أنه التيار الصدري ينسحب مقدمة زعيم التيار الصدري. عندما هذه الأذرع بأنه اعتزال وما شاكل ذلك، عندما تحدث الصدر أن الكلمة الفصل الآن هي للشعب هكذا تحدث، هو ربما يلقي بالكرة في ملعب الشارع العراقي. لماذا برأيك لم يستجب الشارع؟ يعني نحن لاحظنا أنصار التيار الصدري يملؤون الشوارع ويقطعون ويقلبون الكتل الخرسانية. لأنه هذه المرة زعيم التيار الصدري والتيار بنفسه سعوا بثقل حقيقة لإقناع الشارع بما يريدون في تظاهراتهم، ولكن التجارب التي مرت على الشارع، مرت على الشعب العراقي خلال هاي الفترة الماضية، يعني سنين طويلة من الحرمان والاضطهاد والتغييب القسري والتهجير والقتل والاعتقالات، كل هذه الويلات لم جعلت أثرا بليغا أو كبيرا في نفوس الناس عند الاطمئنان، لا يطمئنون لأي جهة سياسية حتى في آخر المطاف. زعيم التيار الصدري إذا انتبهتوا أو لاحظتوا إلى أن قام يتحدث إلى أنه هذا الإصلاح حتى يشمل أعضاء التيار الصدري، هو مسعى لإقناع الشارع بأنه يعني مصر على عملية الإصلاح التي يدعيها، ولكن ما الشارع لم يقتنع، وخير وعدم اقتناع الشارع هو ترجم اليوم في اعتزال زعيم التيار الصدري العمل السياسي، وهذا يعني من جعل الغضب اليوم اللي شهدته في اقتحام المعتصمين من التيار الصدري الى مواقع حكوميه جديده تحت ذريعه بانهم هؤلاء الشعب وليس التيار الصدري. هذا المراد من عنده حقيقة. طيب أستاذ نوري ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد الله، لماذا يراد من قبل زعماء العملية السياسية إيصال صورة للعالم بأن الشعب العراقي متمسك بهم وهو على الطرفين المتنازعين في سبيل مصلحة العراق، في حين أن العراقيين يعانون من الفقر، يعانون من الاضطهاد، يعانون من الاعتقال، يعانون من الخراب في كل شيء، بنى تحتية مدمرة، جفاف في المناطق الجنوبية، ليست هناك مياه صالحة للشرب، بلد نفطي ولكن شعب يعاني من الفقر المدقع، انتشار الميليشيات، الانفلات في السلاح. هذه الصورة التي يريد زعماء العملية السياسية إيصالها إلى العالم بأن أنصار فلان وأنصار فلان يخرجون لنصرته ولنصرة العراقيين، هل هذه الصورة مكتملة لدى العالم؟ هل العالم يعرف ماذا في العراق، ماذا يجري في العراق؟ بداية الإجابة على هذا السؤال، العملية السياسية يعني قوى العملية السياسية تمتلك موارد هامة تضليلية، يعني يمتلكون وسائل الإعلام، يمتلكون المال، يمتلكون السلاح، يمتلكون الترهيب والترغيب، كل هذه الوسائل تمتلكها هذه أطراف العملية السياسية وتستخدمها لصالح بقائها، وذلك توحي إلى إعلاميا على أن الناس تحاول أن تطلب ودها وتريدها لاستمرار الحياة، حتى آثر تصريح وتهديد من محمد الحلبوسي على أن الشعب العراقي يوم 31/12 بعد ذلك لا يجد رواتب ولا يجد صحة ولا يجد أي شيء، كأنه العراقيين كانوا يعيشون في محفوعة الرواتب وفي محفوعة الصحة العالية، وكل هذا يحاول إيهام الناس، وبينما يوجد في قرار الشعب العراقي أن هذه العملية فاسدة لا يمكن أن تحقق لهم شيء. أما فيما إذا يعني مصير العمل السياسي في العراق، فهذا هو بيد الشعب العراقي وليس بيد أحد، هم يحاولون إيهام الناس. أما المجتمع الدولي فالمجتمع الدولي لا يعني هل يمكن أستاذ عبد الله للعملية السياسية أن تستمر بدون الصدر؟ ممكن تستمر بدون الصدر. الصدر يعني هناك له قيادات موجودة لا زالت ولها مصالح، ممكن أن تستمر وتستمر العملية السياسية، لكن هذه العملية السياسية إذا ما استمرت فبالتأكيد هناك ثورة قريبة جدا. وماذا عن الوزارات وماذا عن المؤسسات التي يديرها التيار الصدري؟
هذه تبقى، هذه تبقى تبقى لصالح إذا حاول الصدر أن يزيحهم، ولم يحاول ذلك، لكنهم سيتمسكون، سيقومون باتفاقات خفية تحت الطاولة مع الأطراف العملية السياسية لبقائهم فيها. الصدريين ليس أنبياء يعني يستقيلون ويتركون مصالحهم أو هذه الأموال، أو يقادون مرة ثانية إلى المحاسبة مثل ما يحاسب اليوم تثار قضايا على طرف من أطراف العملية السياسية التركيز عليها، ونسوا قضية المالكي، ويمكن إثارة أي قضية على أي صدري آخر موجود في الوزارة وفي مدراء عامين وشركاتهم معروفة. كل هذه هي أوراق ضغط عليهم بالتأكيد راح تخليهم يبقون داخل إطار العملية السياسية ولا يخرجوا منها. نعم، أنتقل إلى الأستاذ نوري حمدان. أستاذ نوري، هل تعتقد أن الصدر باعتزاله هذا هو اعتزال لا رجعة فيه، أم أنه يشبه يعني المواقف الماضية التي يعني تعود العراقيون على أن الصدر ربما يتراجع، يتخذ قرار ثم يتراجع فيه؟ لا، الحقيقة لا يمكن الاعتماد على أنه هذا القرار هو لا رجعة فيه، لأنه نحن تعودنا على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتراجع عن القرارات، إن كانت سياسية في تظاهرات في مشاركة بالحكومة، يعني منذ اللحظة الأولى المشاركة في الحكومة أو المشاركة في العملية السياسية زعيم التيار الصدري يشارك وينسحب، يشارك وينسحب، وحتى الانسحاب هو لم يكن انسحاب كلياً، لم يكن انسحاب قطعيا. اليوم حتى في تغريدة الصدر، التغريدة مالته اللي يعلن فيها اعتزال العمل السياسي، هو لم يعلن او لم يوجه المحتجين او المعتصمين بالانسحاب، ولم يدعو اعضاء التيار الصدري الى عدم المشاركه في الانتخابات المقبله او هناك في مستجدات يعني، وهناك تطورات خطيره في الايام المقبله. استاذ نوري، يعني في ضوء ما يجري الان من احداث واخبار عاجله، فرض حظر التجول في بغداد، وايضا مواجهات بين القوات الامنيه وانصار التيار الصدري في محيط القصر الجمهوري في المنطقه الخضراء، بلا شك ان هناك تداعيات لهذا الحدث، ماذا تستشرف من خلال هذه المؤشرات؟ نعم، شوف، هو الحقيقة أنه قرار انسحاب التيار الصدري من التظاهرات قرار ليس سهلا على جمهور التيار الصدري، يعني جمهور التيار الصدري معروف بتمرده، حتى قراراته القرارات التابعة لقيادات التيار الصدري، وبالتالي هذا النوع يحتاج إلى يعني مواجهة حقيقية. الأيام المقبلة سوف تشهد مواجهات حقيقية، قد حتى تكون ما بين يعني أنصار التيار الصدري مع أنصار الإطار التنسيقي، ولكن سوف لا يكون هنالك تدخل من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحت ذريعة الانسحاب أو اعتزاله من العملية السياسية. طيب، ابقى معي السادة. ستلزم صاحب المبادرة سيكون هو القوات الأمنية لمنع الناس، وهم الناس هسه الآن يتعاملون معهم الناس، مو على أساس أنهم التيار الصدري. وإذا تذكر إحنا في حلقات سابقة قلنا الاحتجاجات إذا تكون من الناس، القوات الأمنية تتعامل معهم على غير ما تتعامل مع المتظاهرين من التيار الصدري. فهنا أنا ممكن قمعهم، وممكن طردهم، وممكن ضربهم، وممكن اعتقال أشخاص من عندهم، ولكن ليس من الأشخاص اللي هم مؤثرين في التيار الصدري. نعم. إذن ابقى معي أستاذ نوري. نذكر مشاهدينا الكرام بأننا في تغطية خاصة لهذا الحدث المستجد، وهو تداعيات اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وما يجري الآن من أحداث في الشارع العراقي. بالانتقال إليك أستاذ عبد الله السلمان، هذه المواجهات بين القوات الأمنية وأنصار التيار الصدري ماذا تعني؟ ماذا يعني أيضا طلب بعض البعثات الدولية مغادرة موظفيها لبغداد؟ هل تتوقع أو سقف التوقعات لديك ما هو؟
أشرنا سابقا على أن المفاصل الأمنية بيد جماعة الإطار وجماعة إيران، فبالتأكيد من تحرك اليوم ضد متظاهري الصدر فهم بالتأكيد جماعة خاضعة إلى إيران لاستغلال عملية الإحباط الذي يراود الكثير الآن من العراقيين بسبب استقالة الصدر المفاجئة، بالنسبة المفاجئة اليوم وليس مفاجئة على العراقيين، فهذا الإحباط يحاولون استغلاله. والصدر له قوات يسموها سرايا السلام، هذه مسلحة، إذا ما أثخنت هذه القوات الإطارية اليوم تحت مسمى القوات الأمنية بأنصار الصدر ستتدخل حتما، وبالتالي ستكون نتائج يعني خطرة جدا على يعني تتوقع أن يكون هناك صدام مسلح مباشر؟ مباشر متوقع جدا إذا ما استمر الإطاريون باستغلال هذه الفرصة ولم يتركوا لهم الانسحاب الفوعي، وإذا أدخلوا في الجراح فبالتأكيد سرايا السلام ستدخل العمل دفاعا عنهم، لأن أكثرهم أبنائهم وأخوتهم، فالعملية وصلت الآن احتمال حد الصراع المسلح فيما بينهم. طيب أستاذ نوري، هل تتوقع أيضا أن يكون هناك صراع مسلح دموي محتدم، لا سيما أن هناك ميليشيات في الشارع العراقي منتشرة سواء كانت تابعة لطرف التيار الصدري أو تابعة لطرف الإطار التنسيقي؟ هو الآن حقيقة هو المتوقع أو هو الاحتمال الأول بعد هذا التطورات وهذا الغضب الذي شهدناه من قبل أنصار التيار الصدري بعد ومعتصميهم بعد اعتزال زعيمهم العمل السياسي، بالتالي هذا هو أمر مستفز بالنسبة لهم، وأي مبادرة أو أي حركة من الإطار التنسيقي راح يكون استفزازي أكثر، فبالتالي الموانع سوف تزال ما بين طيب. ما بين يعني على مدى فريقين، ويمكن الاحتدام السلاح، يعني ممكن استخدام السلاح ما بين الطرفين، ولكن هنالك بعض ملاحظة. نعم. الخيبة الأمل حقيقة بالرغم من التطور اللي موجود والغضب اللي موجود وخيبة الأمل سوف تتفشى ما بين صفوف الإطار التيار التنسيقي، بالتالي هذا يشكل ضعف عن جهات أعداد كبيرة من عندهم، ولكن راح تشكل رد فعل قوي عند بعضهم اللي هو قد يكون حامل السلاح، بالتالي تفلت الأمور وتحتدم بين الفريقين. نعم. طيب اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الجمهوري لابد أنه يحمل دلالات ومؤشرات أستاذ نوري، يعني بالسؤال هنا، الراعي الرسمي للعملية السياسية، مشكل العملية السياسية، هناك طرفان بحسب ما يرى الكثير من المحللين للوضع في العراق منذ 2003 إلى الآن، تشكيل العملية السياسية، الراعي للعملية السياسية، هناك راعيان أساسيان رئيسان، هل سيسمحان فعلا بالصدام المسلح وحدوث فوضى كبيرة؟ كان الطرفان بحسب المحللين والمراقبين يتحكمان بهذا الأمر، لماذا الآن تتوقعون انفلات الحبال؟ نعم. طيب شوفوا بداية، يعني حتى نضع النقاط على الحروف، اللاعبان الأساسيان والراعيان الرسميان للعملية السياسية ذات المحاصصة الطائفية في العراق هم الاحتلال الأمريكي وإيران. نعم. وإيران معروف موقفهم، هم لا يريدون أي تغيير في العملية السياسية. الأمريكان قد يبادرون ببعض المراوغات لتحسين أو تبديل بعض الوجوه، ولكن هم أيضا لا يريدون الخروج من الإطار العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية التي كفلها لهم الدستور الذي شرع في ظل الاحتلال. بالتالي هذا الموقف حقيقة أو الاحتدام حتى وإن حدث سوف لا يطول، حقيقة سوف لا يطول. الأمريكان لا ينظرون للإطار التنسيقي بأنه خصم هو عدو كما روج البعض بهذا الموضوع، بالمطلق هم يعتقدون في بعض من الإطار التنسيقي هم أصدقاء الأمريكان، ولكن
عملية قتل جنرال سليماني قد عكرت صفو هذه العلاقات، ولكن الزمن يعني عند الأمريكان كفيل بحل هذه الأمور وتعود الأمور طبيعية ويضمنون مصالحهم وهم يكونون الراعي والحامي والمدافع عن المصالح الأمريكية. بالتالي لا يمكن عند الأمريكان أو الإيرانيين القبول بتغيير العملية السياسية كما دعا لها زعيم التيار الصدري. ولو أنا أؤشر هنا نقطة أساسية، حتى دعوة زعيم التيار الصدري هي لا تبت بصلة في قضية التغيير العملية السياسية، هو باستمرار يصرح بإصلاح العملية السياسية، والإصلاح لم يخرج من إطار العملية السياسية المحافظاتية، وهو يتحدث عن الخراب الذي حدث في حتى في تغريدته الأخيرة يتحدث عن الخراب الذي حدث في ظل الكتلة الأكبر وهي الشيعية ويسميها بالاسم. بالتالي هو لم يخرج من إطار المحافظة الطائفية. التغيير الشامل والتغيير الجذري للعملية السياسية وبرمتها المبنية وفق المحافظة والمراعاة أو الراعي الرسمي لها الأمريكان والإيرانيين، هذا لا يمكن تغييرها، أو هذه لا يمكن تغييرها إلا بثورة شعبية حقيقية. وهنا نقطة أساسية، اليوم الشعب بحاجة إلى قيادة تدرك المتطلبات ولديها القدرة على إقناع الشعب، والشعب يثق بها. وهنا نحتاج يعني حقيقة بلورة قادة ميدانيين جدد أمثال أبطال تشرين الذين طرزوا ملحمة تاريخية في تاريخ العراق المعاصر، وهو ثورتهم أنا أقولها المجيدة لأنها غيرت تغييرا جذريا في على الأقل أذهان الناس. اسمح لي ننتقل للأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، يعني الآن شركاء العملية السياسية سنة السلطة أو الأكراد، يا ترى ما هو موقفهم مما يجري الآن في ضوء هذه المتغيرات الداخلية التي تحصل في العراق على أنظار يعني راعيي العملية السياسية في العراق؟ في إطار توافقية العملية السياسية والمحاصصة الاقتصادية والسياسية لكل الطرفين المشار إليهم، هم يعني ضامنين هذه القصة في أي تغيير، إذا كان الإطار وإذا كان الصدر وإذا كانت الدماء في الشوارع وإذا كانت الدماء على أي مكان، هذه الحصص لأحزابهم موجودة ولا تتغير، وشروطهم باقية وظروفهم باقية، يبقى الأكراد لهم حصة واضحة، وإقليمهم يجب أن يبقى ويتطور، ولا يتطور بالمعنى الاقتصادي وإنما الجغرافي، والإطار سنة العملية السياسية لهم مناصبهم ولهم مواقعهم كأفراد، ولذلك هم ضامنين حقوقهم تحت أي تغيير وتحت أي واقع جديد. وهو المهم طبعا، هو هذا بالنسبة لهم، هذا هو الأهم، هو المهم. وبالتأكيد فإن أطراف العملية رعاة العملية السياسية أمريكا وإيران لا ينظرون إلى مصالح الشارع العراقي بقدر ما توافقية العملية السياسية للبيئة. يا ترى من الذي يهمه مصلحة الشعب العراقي من هؤلاء الأطراف المتصارعة وأنصار الأطراف المتصارعة؟ لا يوجد أي طرف من هذه الأطراف المتصارعة ولا القوى الراعية للعملية السياسية تهمه مصلحة الشعب العراقي. الشعب العراقي هو الذي يهتم بمصلحته، لذلك هو يقاتل ويناضل منذ الاحتلال، أفشل الاحتلال عسكريا وأنهاه، وهربت أمريكا عسكريا من العراق، وسقطت إعلاميا وسقطت تفاكريا، انتهت تحت قرار الشعب العراقي بالمقاومة الوطنية، وبالتالي وأيضا الشعب استمر في ثورة تشرين، يعني تغيير الشعب العراقي ولا أي طرف. هناك سؤال جوهري ايضا استاذ عبد الله، يعني موضوع انه العراق هو بلد نفطي، منتج للنفط، مصدر للنفط، هناك يعني مجتمع دولي مستفيد من العراق، هناك جهات دوليه مستفيده من النفط العراقي، يا ترى هل ممكن ان يكون يعني هناك ضغط شعبي يعني تحت مسمى او تحت عنوان اعتصام
تحت عنوان إضراب عام ممكن أن يقود بالتالي إلى تغيير طريقة وأسلوب تعامل المجتمع الدولي مع العراق. العراق كما تعلم يعني معدلات الفقر مرتفعة فيه، ومعدلات الصراعات بين أقطاب العملية السياسية مرتفعة أكثر. هناك عاملين يتحكمان في هذا الأمر، وفرة المال العراقي وإعطائه للموظفين، وهذا يعتبر العمل السياسي رشوة، رشوة لفشل فشل العملية السياسية، رشوة الموظفين، ولذلك ترى لا يوجد هناك أي تصنيع وأي عمل سواء الموظفين وجيوش الموظفين. هذه الجيوش لا تستطيع الخروج والعصيان أو تغيير العملية السياسية. هذه المشكلة الكبرى، عندما يجف هذا المنبع ممكن هناك الاعتماد على ما تفضلت به، وبالتالي الركون إلى إيقاف. أما المجتمع الدولي لا يسمع صوت إلا يسمع السفن الذي تنقل النفط العراقي إليهم، غير ذلك لا يسمع ولا أي صوت للشعب العراقي، بدليل أنهم احتلوا العراق ودمروا العراق، ويرون على مسامعهم أن لا يوجد وضع صحي بالعراق، ولا يوجد اقتصاد، ولا يوجد أمن، وقتل واغتيال والمهجرين يعني تتصور لاسكر لا تعترف الآن بوجود مخيمات لاجئين في العراق. هذه عملية يعني مغزية في المجتمع الدولي. لاسكر اليوم تصب أذانها عن كل ما يجري في العراق، تصب أذانها عن الصحة، وكذلك المجتمع الدولي كله يصب أذانه عن كل ما يعانيه من الشعب العراقي. فلذلك الأمر بيد العراقيين وليس بيد هذه القوى، ولا ينظر أحد إلى مصلحة الشعب الآن العراقي. في خبر عاجل أيضا أستاذ عبد الله، أيضا إذا سمحت لي، في خبر عاجل في إطار هذه التغطية، استمرار توفد أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء رغم إعلان حظر التجول. يا ترى في هذه النقطة أستاذ نوري حمدان، تعتقد أن يكون هناك على المدى المنظور شيء جديد يختلف؟ هل ستقدم التنازلات لمقتدى الصدر؟ هل سيتراجع عن موقفه يا ترى؟ أم أن هناك أم أن الأمر فعلا كما توقعتما يتجه نحو الصدام المسلح؟ كيف سيكون في هذه الحالة وضع العراق، وضع الشعب العراقي المنهك أصلا نتيجة فساد العملية السياسية وفساد نظام المحاصصة؟ نعم، هي حقيقة كل الاحتمالات واردة، ولكن اليوم أو الآن حاليا هي الاحتدام هو الأكثر توقعا أو الأكثر ورودا، لأنه تصاعد التصريحات أو تصاعد الغضب وتوافد أعضاء التيار الصدري أو أنصار التيار الصدري على المنطقة الخضراء، هذا يعني بداية لا يبشر بخير، قد يشعل الأمور أكثر. ولكن في نفس الوقت هو أيضا الاحتمال الآخر بالتأثير على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وارد، خصوصا أنه يفترض غدا أنه يتم المباشرة أو مباحثة ومناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني، وقد تكون هي بها نوع من التهدئة والمصالحة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك قرار المحكمة. يعني قبل تعلم يوم غد يفترض المحكمة أنه تجلس تنظر بالدعوة التي مرفوعة بطلب حل مجلس النواب، والمحكمة هي مسبقا أشارت إلى أنه ليس من صلاحياتهم، فبالتالي هذه الجلسة قد تعلن رفض هذه الدعوة. وهذا الضغط من قبل التيار الصدري قد هو محاولة على القضاء من أجل إصدار قرار في حل البرلمان، ممكن هذا وارد أيضا. نعم أستاذ عبد الله، يعني في القضاء هناك الآن دعوة مرفوعة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، هل تتوقع أن يوافق الإطار على هذه الخطوة؟ يوافق على هذه الخطوة لأنه ضامن عدم وجود قرار بالضبط منهم، وبالتالي اليوم سيتم الحسم حتى مساء هذا اليوم، حسم الشارع العراقي لمصلحة من؟ فإذا ما نزلت الإطار بقواته وميليشياته وحاولوا إدخال
السلاح الى العمليه عمليه المظاهرات، فستكون هناك غلبه لهم، وبالتالي لانه انصار الصدر اليوم يعني احباط كبير رغم نزولهم، والنزول هذا هو ضعيف جدا بالقدر الذي يحتاجه المنطق السياسي اليوم. فغدا هناك قرار يعتمد على قرار فيينا في موافقة إيران على العملية على اتفاقات إيران وأمريكا في الملف النووي، فبالتالي سيوافق على ما يصدر غدا لأنه لصالحه القرار. طيب اسمح لي استاذ عبد الله انتقل ايضا في اطار هذه التغطيه مشاهدينا الكرام عن استقاله الصدر وتعليق عمله او استقالته وعن اعتزال عن العمل السياسي في العمليه السياسيه في العراق. استاذ نوري حمدان، استقاله الحائري البعض يراها غريبه انه انهى اعماله على هذا النحو، يا ترى ما هي الضغوط التي كيف تنظر الى الامر؟ هل ثمه ضغوط عليه أجبرته على هذا السلوك أو هذا التصرف أو هذا القرار؟ شوف، الحقيقة أنه هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشار في تغريدة مقدمته بأنه يعني اعتزال الحائري هي ليس بإرادته، وحتى البيان الذي صدره هو ليس بإرادته، وهذا يعني يبنى أو يبنى على أنه الحائري هو يدعو لمرجعيته، ولكن مرجعية مجازة من قبل ولي الفقيه. أنت تعلم هو في إيران، وفي إيران ولاية فقيه، وأي مرجع هنالك يدعو لتقليده يجب أن يخضع لولي الفقيه، بالتالي هي محدودة المرجعية، هكذا أتصور يعني من خلال التفسير السياسي يعني وليس الديني. القضية أنه هو في إيران، فبالتالي عندما يدعو إلى مرجعية يجب أن يكون مجازا من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، يعني المرشد الأعلى في إيران علي خامنائي، وهو ولي الفقيه. بالتالي هي أكيد أي قرارات تكون تخرج من الحائري تكون هي خاضعة أو بموافقة أو بضغط ولكن ولي الفقيه. زعماء العملية السياسية دائما يتحدثون عن استقلالية العراق واستقلالية القرار السياسي في العراق، أين الاستقلالية من هذا الأمر؟ شوف، هو حقيقة هم يتحدثون عن الاستقلالية عندما تصل إلى قضية المرجعية لا يتحدثون عن الاستقلالية، فهم يعتقدون بالمرجعية هذه مرجعية دينية، والمرجعية الدينية ليس لها حدود أو جنسية. فهنا إذا تحدد المرجع بعمله الديني فالبعض من عندهم يعتقد لا بأس، أما البعض الآخر والذي يعتقد بعمل المرجعية هو سياسي بالأصل، فهنا مشكلة حقيقة أو إشكالية يعني في تدخل أجنبي في العمل السياسي بالنسبة للعراق، وهذا واضح يعني ما يحتاج لتفسير، يعني حتى وإن ادعوا بأنه لا يوجد تدخل إيراني في الشأن العراقي هذا لا يمكن الاقتناع به. وحقيقة يعني إذا أردنا أن نتحدث بهذا النوع، هم لا يستحون من أن يعلنون بأنهم يتأثرون في القرار السياسي الإيراني. وآخر كان آخر تصريح أعتقد كان لنوري المالكي زعيم دولة القانون بشكل واضح حول الإطار حول التحالف الثلاثي، قال أنه إحنا طلبنا من إيران عدم التدخل، ولكن إيران جتي وتحدثوا بأنه هاي مصالح الأمن القومي الإيراني، فإحنا ما نقدر ما ندخل. فبالتالي هذا التدخل واضح، وهم ما يترددون من الإعلان عنه ولا يستحون به للأسف. لذلك الشعب العراقي ناقم ورافض لسياستهم لإدارتهم للعملية السياسية، والشعب العراقي باستمرار يؤكد عدم مشاركته في الانتخابات مثلا اللي مرت عندنا في 2018 وحتى في 2020 مرت على العراقيين، والكثير من المواقف التي أدت إلى اقتحام المنطقة الخضراء. والآن كيف تفسر يعني اتخاذ القوات الأمنية موقف الحياد؟ يعني في آخر
خبر وردنا أنه قامت القوات الأمنية بإغلاق مدخل اليوسفية، هل سنشهد يا ترى الكثير من الإجراءات الأمنية في إطار هذه المناوشات أو هذه الاحتجاجات أو ما يجري من مستجدات حالية؟ ما أنا قبل قليل قلت وفي حلقات سابقة أيضا تحدثنا حول هذا الموضوع، القوات الأمنية عندما تتعامل مع المحتجين والمعتصمين والمتظاهرين من أبناء الشعب شيء، وأن تتعامل مع المحتجين والمتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي أو التيار الصدري شيء آخر. يعني يقفون بحياد عندما يتخاصمون الإطار التنسيقي والتيار الديمقراطي، ولكن لا يقفون بحياد عندما يخرج الشعب ثائرا على فساد العملية السياسية برمتها والمشتركين فيها أو بها الإطار والتيار. فهنا الحياد محدود، لأنه القوات الأمنية حقيقة حتى قضية الحياد هي صورية وشكلية، لأنه الإطار والتيار هم لديهم تأثير في إدارة الملف الأمني أو في إدارة هذه القوات الأمنية. صحيح التأثير الأكبر هو للإطار التنسيقي في الملف الأمني، ولكن طيب. هذا نعم نعم أستاذ نوري، فقط اسمح لي أن أختم في دقيقتين أنتقل بهما إلى الأستاذ عبد الله سلمى. أستاذ عبد الله، ما الذي تتوقعه ربما من مستجدات خلال هذه الأحداث؟ القوات الأمنية تقوم بإغلاق المدخل الجنوبي لبغداد وهو منطقة اليوسفية، موقفها من ما يجري موقف الحياد، لأن المتصارعين أو المتصارعين هم قطبين من أقطاب زعماء العملية السياسية، يسميهم ثوار تشرين المستفيدون من نظام المحاصصة. هم ليس فقط مستفيدين من نظام المحاصصة، إنهم يمتلكون القوة العسكرية الموازية أو التي ممكن أن تنافس أو أقوى من القوات الأمنية، لذلك القوات الأمنية تقف على الحياد فيما بينهم إذا إن كانت قوات أمنية مستقلة. ولكن كل توقعات إن التحرك اليوم تقوده القيادات التابعة إلى التيار داخل العملية الأمنية، والقصد منه هو الحياد وغلق المنافذ، هو محاولة الانقضاض على المتظاهرين إلى حد المساء قبل أن تصدر المحكمة قرارها غدا. فبالتالي يكون العمل الأمني بسيط، سواء قد يصدر قرار بإلغاء كافة المظاهرات، وبالتالي تكون هناك شرعية للشرعية قانونية بالنسبة لهم للقوات الإطارية الموجودة داخل القوات الأمنية بظرف كافة المتظاهرين. وسنشاهد دم تشريني جديد إذا ما قررت إيران أن يكون ذلك حسما لمصالحها. نعم. إذن شكرا جزيلا لضيفي الكريمين في هذه التغطية الخاصة، الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب من كوبنهاغن، وأيضا شكرا جزيلا للدكتور نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب من إسطنبول. إذن مشاهدينا الكرام، كنا وهذه التغطية الخاصة التي خصصناها بالكامل لمناقشة الأحداث الجارية لاعتزال الصدر العمل السياسي وإقحام أنصاره أو أنصاره للمقرات أو اقتحام أنصاره للمقرات الحكومية في المنطقة الخضراء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.